كمان شيكابالا كابتن الفريق كان ليه دور كبير مع زمايله، عمل جلسات تحفيزية بالتأكيد مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي طبعا في السوبر المصري. شيكابالا عمل جلسات منفردة كمان مع لاعبي الفريق بيحفزهم انه لازم نفوز امام الاهلي، لازم نحقق الثلاثيه المحليه بعد طبعا الفوز بلقبي الدوري وكاس مصر. شيكابالا ايضا بيمتلك خبرات كبيره جدا في المباريات دي، وجلساته بيكون ليها تاثير مهم مع اللعيبه. زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي القصه بتكون في الجانب التحفيزي، الجهاز الفني يقعد يتكلم مع اللعيبه بقياده طبعا فيريرا، الاستاذ امير مرتضى يتكلم مع اللعيبه، شيكابالا كابتن الفريق يتكلم مع اللعيبه، من قبليهم المستشار بيبعت لهم رسائل وبيكلمهم في التليفون. خلاص بقى انت بتتكلم ليله المباراه دي، الموضوع النفسي بشكل كبير جدا. خلصنا بقى الفنيات وخلصنا البدني وخلصنا كل حاجه، بكره الموضوع فيه جانب نفسي كبير جدا، وتوفيق ربنا طبعا فوق كل شيء.